بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم، وبقالي كتير ما طلعتلكوش بس مباشر، قلت أطلع لكم النهاردة. نطلع النهاردة نقول شوية حاجات ونأصل شوية حاجات ونبه على بعض الأمور اللي جاتني. ربنا يبارك فيك يا رب أجمعين. خلينا في البداية كده نقول على عنوان البث الأساسي النهاردة، وقد إيه إحنا محتاجينه صراحة في حياتنا، ومحتاجينه يعني العبد صراحة من غير الأمانات والضمانات والوعود من الله سبحانه وتعالى بيبقى حاسس ان هو متخبط يا جماعة. يعني لا، يعني محتاج أمان، محتاج أبقى عندي أمان في يومي يعني. فأنا هقول لكم النهاردة على 7 ضمانات وسبع أمانات للعبد ما ينفعش راجل، امرأة، متجوزة، بنوتة، انك انت ما يعديش يومك من غيرهم. اول امان صلاة الفجر، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. اللي يصلي الصبح في ذمة الله، اديني هحرق واقرب المايك اهو عشان ما من صلى الفجر يا جماعة، اللي بيصلي الفجر في ضمان الله وفي ذمة الله. يعني ايه في ذمة الله؟ انت بتاع ربنا النهاردة فلن يديرك شيء. يبقى اول حاجة صلاة الفجر. طيب معينات صلاة الفجر، ان انا انوي من بالليل ان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يقظني على صلاة الفجر، وان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يقدر الخير فيها، وهكذا. واظبط منبهي واعمل كل الاحتياطات، واقرا خواتيم سورة الكهف بنية ان الله سبحانه وتعالى يقظني صلاة الفجر. ويا سلام طبعا لو صحينا من قبلها، يعني صحينا من قبلها صلينا الركعتين يبقى خير وبركة. ده في ناس بتصلي الركعتين قبل ما تنام وبعدين القيام يعني، وبعد ما تصحى الفجر تصلي الفجر، تمام. المهم نحافظ على صلاة الفجر فهو في ذمة الله. ده أول ضمان. تاني ضمان آية الكرسي دبر كل صلاة. يعني اللي بيقول آية الكرسي صليت السلام عليكم السلام عليكم ودبر كل صلاة، أنا بقول آية الكرسي. أنا ما أعرفش الشمس يعني أخبرها إيه معنا ومعاكم، بس يعني إيه أنا حاول نظبط الدنيا. لما أقول آية الكرسي إيه اللي يحصل؟ لم يمنعه شيء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمنعه شيء من دخول الجنة إلا موته. يعني لو ما دخل الجنة يبقى أنا في دبر كل صلاة يعني أبقى حريصة ما أقومش من على السجادة قبل ما أقول آية الكرسي. ده تاني ضمان، إن أنا لو قلت آية الكرسي بعد كل صلاة في دبر كل صلاة لم يمنعني من دخول الجنة إن شاء الله يا رب إحنا وإياكم إلا الموت. ده ضمان التاني. الضمان التالت ذكرين بنقولهم في أذكار الصباح والمساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، لم يضره فجاء ولم تصبه فجاء بلاء في يومه حتى يمسي، واللي يقولها 3 مرات في المساء، لم يصبه فجاء بلاء في المساء حتى يصبح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. يبقى ده تالت ضمان. تاني، أول حاجة صلاة الفجر فهو في ذمة الله، تاني حاجة آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، إلا موت خلاص داخل الجنة، مش قلت آية الكرسي. والله الدين جميل وسهل على فكرة، بس احنا الدعاء. تالت حاجة بسم الله الذكر الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وده الله سبحانه وتعالى بيبشرنا على لسان الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام إن لم يصبه فجاء بلاء في يومه حتى يمسي، وإن أمسى في مسائه حتى يصبح. تمام كده، يبقى الحمد لله مفيش لا بلاء ولا فجاء ولا مصيب. رابع حاجة ذكر برضو بنقوله في أذكار الصباح والمساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بنقوله 3 مرات في أذكار الصباح وثلاث مرات في أذكار المساء. لو أنا قلت ده موقنا بها خلاص داخل الجنة، ويغفر الله عز وجل لك ذنوبك كلها. ليه؟ لأن هو ربنا قال كده. يبقى رابع حاجة ذكر سيد الاستغفار. طيب خامس حاجة الدعاء اللي احنا بنقوله برضو في أذكار الصباح والمساء، اللي هو دعاء ان انا بستودع حالي لربنا سبحانه وتعالى. الله، نحفظ الكلام ده يا جماعة، احفظوا الكلام ده وخلوا المقطع ده عيدوه واكتبوه ورايا، واكتبوه كده واعملوه في A4 كده ورق واطبعوه وحطوه على التلاجات، حطوه على غرفة الاولاد، على الباب، المكان اللي بيشوفوه فيه. خامس امان وخامس ضمان
اللي احنا بنقوله معانا النهارده دعاء الله عز وجل اللي احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى فيه بالحفظ، اللي هو اللهم اني استودعك ها نفسي وديني واهلي وبيتي ومالي وخواتيم اعمالي. بقولها الصبح وبقولها في العصر في صلاه اذكار الصباح واذكار المساء. ليه؟ ليه؟ لو قلت وانا استودعت، مين خير من يحفظ الامانات والاستودع؟ الله سبحانه وتعالى. مين خير من يحفظ؟ الله سبحانه وتعالى. علشان كده احنا بنقول لما انت تقول وقلبك بس قلبك موقن بالامر ده انت بتبقى في غاية السعادة. ليه؟ لان انا عارف ان انا استودعت ربنا نفسي وديني واهلي وبيتي ومالي وخواتيم اعمال، فاحفظ يا رب ذلك كله. خير الله سبحانه وتعالى هو خير، وهو خير من يستودع عنه الامور. طيب رقم ستة، رقم ستة دي جميلة قوي يعني. ما ينفعش يعدي يوم، عارفه الناس الممسوسه والناس المعيونه والناس اللي عندها اللي بيقول لك مش عارفه مين عامل لهم، وما اكثر الجهل وصل من علامات الساحه انتشار السحر وتغلب الجان على الانس سوره البقره. ليه؟ لا ده امان، امان ليه؟ لا يستطيعها البطله واخذها بركه وتركها حسره. يا جماعه ما تستثقلوش سوره البقره، سوره البقره بتخلص في ساعه لو انت بتقرا بالراحه، ممكن تخلص في ساعه الا تلت لو انت بتقرا بسرعه. ولو انا قسمت بعد كل صلاه ربعين 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 خلصت السوره. فانا بس عايزه الناس ما تستثقلش الامر دوت. يعدي يومك من غير قران، يعدي يومك من غير قراءه وردك في البقره والحفظ، يعدي يومك من غير يعني استغفر الله العظيم يا رب، حتى من غير صلاه ولا ذكر ولا صلاه، كارثه. فسورة البقرة ده سادس أمان وضمان ليك. سابع ضمان ليك هو إيه بقى؟ الصلاة على الرسول عليه السلام. يعني أنا من صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بص يغفر همك ويغفر ذنبك. في أمان إيه أكتر من كده؟ في طمأنينة قلب إيه أكتر من كده؟ اللي عايز عندك هم وعندك حاجة من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ياخدها لك خلاص. اعمل ايه؟ ما صلى على السلام اكثر من الصلاه. سمعت مره يعني احد يعني واحد يعني من اصحاب الاعمال الحره وراجل يعني مليونير يعني مش راجل كبير يعني اخر اواخر او الثلاثينات او اوائل الاربعينات، وبيتكلم وبيقول ان هو تداين بدين كبير جدا لدرجه انه كان بيبكي مش عارف يعمل ايه. بيقول ما كانش في بيتي اصلا يعني الطحين ولا العيش ولا اي حاجه لاكل بيها نفسه ولا اولاده، ومتكفل باسرته ومتكفل بابوه وامه وهكذا. فلما كلم شيخ يعني وكده وقال له ادعي لي انا في كرب. قال له انت في كرب؟ قال له الله عليك بالصلاه والسلام. بيقول قعدت التلت الاخير من الليل كله اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما صليت الفجر وطلعت من المسجد بعد صلاه الفجر الا ورزقني الله فرج من حيث لا احتسب. ما هو ده بقى ان احنا يعني ده مش امان للقلب، لا ده يقين، لان انا مصدقه كلام ربنا وانا مصدقه كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اما النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللي يكثر من الصلاه على الرسول عليه السلام يكفى همك ويغفر ذنبك، خلاص عايز ايه تاني؟ ده سابع امان. تاني نعيدهم تاني، صلاه الفجر فهو في ذمه الله، امان جميل قوي، محدش يقدر يعمل لك حاجه انت في ذمه الله. رقم اتنين آية الكرسي في دبر كل صلاه لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يبقى أنا ده أمان جميل قوي، أروح الجنة بقى يا رب. تالت حاجة بنقولها في الأذكار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، لم تصبه فجاءة بلاء. رقم أربعة سيد الاستغفار، اللهم بس موقنا بها قلبي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ضمان رقم أربعة. ضمان رقم خمسة الدعاء الاستودع، أن أنا بستودع الله سبحانه وتعالى، أستودعك يا رب ديني، أستودعك نفسي وأهلي ومالي وبيتي وخواتيم أعمالي. طبعا ديني وخواتيم أعمالي استودعناه وخليناه في أمانة عند ربنا، هو خير من يحافظ على الحافظ الحفيظ الله سبحانه وتعالى. سادس حاجة سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل أبدا، السحرة ما يقدروش عليها ولا اللي بيسحروا الناس ولا يؤذوا الناس
وهي اخذها بركه. وانا قلت لكم خلوا بعد كل صلاه ربعين هتخلص وتبقى زي الفل وما تستثقرش، بالعكس الواحد لما بيعدي يوم من غير صوت البركه البكره في حاجه ناقصه، في حاجه في قلبك كده يعني، انا في حاجه مش متظبطه. سبع امان وضمان ليك، وما ينفعش يومك يعدي من غيره، الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. الصلاه على الرسول عليه السلام يعني يكفي همك ويغفر ذنبك، واللي عايز حقته بتقضى يكسر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده الجزء الاولاني اللي انا كنت حابه ان انا اتكلم فيه معاكم. في بقى جزء تاني يعني خلينا اكون صريحه معاكم ويبقى الكلام بينا، يعني انتم عارفين اللي في قلبي بقوله على طول. موضوع يا جماعه، موضوع التعليم. انا من انصار اللي يسالني، انا من انصار التعليم الموازي، وانا من انصار التعليم في البيت دون المدارس الا اذا وجدت بقى زمان، يعني كان زمان، لكن انا يعني ما اعرفش دلوقتي حاليا المدارس دي موجوده ولا لا. المدارس اللي تعلم القرآن والسنة والأخلاق وتبقى ده رقم واحد قبل المواد الدراسية، مواد الدنيا. احنا مطالبين ان احنا نعرف مواد الدنيا، نظام عالمي انك تاخد شهادة وتبقى خريج جامعة، ده نظام. لكن انا من انصار التعليم الموازي، ومن انصار ان الام ما توديش حضانة قبل 3 سنين عشان خاطري، ولا والله لحد 5 سنين، ما ده فترة، ولا 7 سنين. انا لو انا يودوني اقول لهم ممكن يعني استغنى عن الطفل بعد سن 10 سنين، ومن من من سن يعني 1 لـ3 ادي الحاجات الاساسيه والاحتياجات الفسيولوجيه، ومن 3 لـ6 اعلم اخلاق وسلوكيات واربطه بالخالق عز وجل، ومن 6 لـ9 لحد سن 10 سنين اعلم باقي الاخلاق. ادي حفظ قران على الاقل 5 سنين، يكون خلص على الاقل يعني الخمسه الاخاره. معايا 6 سنين يبقى معاه ربع ياسين، او 8 سنين معاه ربع ياسين، 10 سنين خلاص انت داخل بقى اهو يلا على الكهف ومريم. يعني الحاجات دي حاجات أساسية، خسرنا بقفل الكتاتيب وخسرنا بعدم تعليم أولادنا الفترة الأولانية لـ7 سنين لحد المدرسة القرآن في الكتاتيب 50,000 كلمة ثروة لغوية رهيبة خسرناها لأولادنا. ليه؟ لأن احنا بعدنا عن تحفيظ القرآن، وبعدنا عن حديث السطر الواحد علمنا رسول الله، حديث سطر واحد بس في الأخلاق أو في التعامل أو كذا، فطبعا نخسر كتير جدا جدا. أنا نفسي الأمر ده يعود تاني، ويعني أنا مش عايزة أقول إن كورونا أو الوضع اللي إحنا فيه ساعد كتير إن يبقى الأولاد في البيت، فقومي بمسؤوليتك. معلش هو تعب شوية، والله كلها 5-6 سنين وعيالك اللي رايح جامعة واللي هيتجوز، هتلاقي البيت فاضي عليكي بجد، هتلاقي البيت فاضي عليكي. فأنا مش عايزاكي من فضلك تتذمري، أو يعني هو تعب صحيح، ولكن والله بيروح، وثمرته هي اللي بتبقى، ثمرة التعب دي هي اللي بتبقى، بتبقى حاجة جميلة جدا وحاجة لذيذة جدا انك تلاقي عيلك ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، حافظ كم لا بأس بيه من القرآن 10 سنين، عنده اخلاق، عنده قيم، عنده مبادئ. مهما تروح، لسه امي بتحكي لي عن حاجه تحفه جدا جدا، ابنها في بلد من بلاد الغرب يعني، وبتقول خايفه عليه وخايفه كذا. الولد فطرته السليمه خلت اصحابه اللي هم اصلا مش مسلمين، وخلك يحبوه جدا، وبعد ما كانوا بيتنمروا عليه بيحبوه جدا، يقول لك لا هو صح وكلامه صح، واحنا مؤمنين بالكلام اللي هو بيقوله ده. هو ده يا جماعه، هو دوت. فمعلش ما تتذمريش، انا لو يملكوني والله امر التعليم، انا ولا الكلام ولا مدى ولا لحد 10 سنين اسلمهم حافظين القران، عارفين تفسيره، معاهم كم لا باس به من البخاري ومسلم، معاه كم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل مخلص السيرة على الأقل، أمال هيعرف يواجه الحياة إزاي؟ يبقى عنده سن التكليف، علموه من الصلاة لـ7 وضربوهم على الـ10 دي، هو خلاص اللهم بارك. فما تزعليش من نقطة زي دي. طيب ده الموضوع رقم 2. الموضوع رقم 3 أنا كنت سبق اتكلمت فيه، وخصوصا مع البنات، ولقيت فيه ناس مؤيدة وناس معارضة. ممكن أكون نسيت جزئية، فده اللي خلى الناس تعارض، لما نوضح الصورة كاملة الناس تبقى فاهمة الدنيا ماشية إزاي. بصوا يا جماعة، أولا موضوع اللي اتكلمت فيه، موضوع الحنة وصرف البنت في اليوم الحنة، مصارف بـ30,000 جنيه والـ40,000 على السيشن وعلى الكوافيرة اللي جاية تعمل لها القصات اللي مناسبة، هتلبس ساري هندي وتطلع مش عارفة تلبس رأس شرقي، وبعدين تطلع معرفش تلبس رومبا، وبعدين يعني ايه جميع انواع العارضات موجودة في وسط البنات، وتقول لك افرح.
انا ما بقولكيش يعني تقول لك والله انا ما قدرتي اعمل كده، لو انت ما قدرتك تعملي كده في ما هو اعلى من كده. عايزه تفرحي وتعملي، ممكن اعمل حاجه تفيدني وتفيد البنات اللي موجودين معايا، خلاف انهم يشوفوني مسرح متحرك من كده. والله اعملي الكلام ده لزوجك، ما تعمليه لزوجك بعد الزواج يعني، لكن يعني ايه اللي هيعود على البنات انهم يشوفوكي طالعه بالهندي وبالرومبا وبالاسباني وبالمش يعني ايه، وبالشرقي وبالبمبطيه وبالكلاكيت، ايه ده وبال 30,000 ده جواز عروسه تانية، جهاز عروسه تانية. والله يعني انا ما بقولش ولا بقول لك لا ده انا بحرم، لا 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 انا ما بقولكيش كده، ولكن في مرتبه اعلى من كده واحنا نترفع على هذا الامر. انا ما قدرتش اذكر ارقام المره اللي فاتت وانا بقول المعلومه دي، لكن لا يعني الارقام اللي وصلني ارقام خياليه يعني ب 40,000 ليه؟ ليه؟ عشان اطلع 3 ساعات اعمل فيها عارضه بتاع في يوم حين؟ يا ست افرحي زي ما انت عايزه، واتي اصحابك وروحوا اسبا وروحوا جيم واعملي اللي انت عايزاه وافرحي، ولكن بدون التبذير قوي ده، وتبقى السيشن بس واخده ما اعرفش كام الف دولار. ليه 1000 دولار ليه يا ولا يعني ده انا شايف يا ست اطلعي اعمل عندي، تقول لك عندي مقدره اطلع عمره واعمل مش عارفه ايه واساعد الفقراء واعمل كذا. انا بقولكيش حرام، لكن بقولك في باب اعلى من كده وفي درجه اعلى من كده. النقطة الرابعة اللي حابة أتكلم فيها في البث ده، لما بصدق بقى يعني أطلع لكم بس يعني. النقطة الرابعة اللي أنا حابة أتكلم فيها، لما يجي البنت لما تتزوج وتيجي تشتكي لأبوها والأمها من موضوع زوجها أو في مشكلة بينها وبين زوجها، ساعات البنت بتبقى مخضوضة ومقفورة الدنيا قوي، وساعات بيبقى عندها حق. أنت كأب عاقل وأم عاقلة، عندي حاجتين. لو انا زوج بنتي، وركزوا معايا في الجزئيه دي، لو انا زوج بنتي هو اللي جه اشتكى لي، وزوج بنتي هو اللي جه وقال يا جماعه انا بنتكم كذا 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 كذا، تحسب له تعال، بس ما يكونش ايه ضربني واشتكى وسبقني، ضربني وبكى وسبقني واشتكى يعني، ما يكونش هو. فانت راجل عاقل كأب لبنتك او ام عاقله، بتقيموا الامور وبتقعدهم قدام بعض عشان اللي هو يقوله هي تصدق عليه واللي هي تقوله هو يصدق عليها. ساعات بيبقوا يقولوا اه حصل كده بس انا ما كانش قصدي كده، جميل تصالحنا طالما حصل كده يبقى تصالحنا. لكن يا جماعه يجي جوز البنت يعني يكبر الاب ويكبر الام ويقول حصل كذا كذا، والراجل معتدل تماما في شكواه وان هي فعلا مقفره او خايفه او لسه ما عندهاش خبره، وطالب مساعده ابوها وامها، لا قال لاهله ولا قال لحد غريب ولا هتك سترها ولا الكلام ده، وقال يا جماعه معلش ساعدوني في حاجه زي كده معاها، ونقعد نقطع نبهدله ونفرج على الدنيا وانت كذا وانت كنت الشعر، والبنت يلا يا بنت لمي هدومك ايه ده ايه ده، ده مش صح يا جماعه، ده مش صح. ليه؟ اولا انت كده خسرت جانب ان جوز بنتك ممكن يتصالحوا على فكره بعد كده، وخسرت جانب ان هو ممكن يجي يحكي بعد كده ويبقى له، وتبقى انت الجانب الطيب سواء الاخ او الاب او حتى الام يعني، ساعات يروح لحماته يعني، وده راجل عاقل صراحه لما يروح لحماته في امر زي ده. طيب النقطه بقى اللي تزعل، ان هو يبقى عامل المصيبه وجاي يشتكي يعني، اه لا ساعتها ده انا وقف الدنيا. عشان كده لازم الاثنين يكونوا قدام بعض واتحمل يعني، ساعه الاثنين ما بيبقوا قدام ده ان في يوم بتتحملي المصايب والمشاكل والحاجات الصعبه جدا اللي انتوا بتقولها، بتبقى صعبه فعلا، بتبقى صعبه ويعني محتاجه صبر على الامرين. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه نقطه لما واحد يتزوج زوجه بره الجنسيه بتاعته، يعني انا مصري ومتجوز مثلا مغربيه، انا سوري ومتجوز تركيه، انا اي جنسيه، انت واخد واحده في جنسيه مختلفه عن جنسيتك وعن بلدك واعراف وتقاليد بلدك، فمن فضلك اقل حاجه انت تعرف اعراف وتقاليد البلد دي ايه، وهي تعرف اعراف وتقاليد البلد دي ايه. ساعات كتيرة جدا جدا بيبقى في أعراف بعض الدول الكلام بيتقال مش عيب عندهم يعني، عادي يعني بنهزر أو بنتساخف في الكلام، لكن في بلاد تانية بيبقى صعب. وعلى فكرة أقسم يمين بالله مش شرط يكون أصلا في بلد وبلد، ده ممكن يكون في محافظة ومحافظة تانية في نفس البلد أو نفس الجمهورية يعني،
بتبقى محافظه ومحافظه، قريه وقريه، مركز ومركز، ودي هنا عادات هنا ما تنفعش عادات هنا. لكن انا بقول لو انت واخد جنسيه تانية الاولى اعرف ايه الكلام اللي بيتقال، ايه حاجات الشارع، ايه الكلمات اللي عندنا في بلدنا ينفع نقولها في المكان التاني وايه اللي ما ينفعش. النقطه دي مهمه جدا، لان انت لو ما عرفتش الاعراف ولا العادات ولا التقاليد ولا الكلام ده ممكن انت تاذي زوجتك وانت مش واخد بالك وتقول لك اصلا هي مقفره من ايه، يعني الموضوع عادي جدا، او العكس، او هي تزعل تزعلك في امر وتقول انت ازاي تقولي كده، انت كده تعديتي على رجولتي وتعديتي على حاجتي، فازاي تقولي حاجه زي كده. قالوني يعني الشمس، يعني الشمس الشديده، ما اعرفش، عايز اقول لكم ساعه كمان وهتبص تلاقي الدنيا بقت حر يعني. لكن تيجي ان هي مثلا تقول لك كلمه فانت تقفر قوي وتزعل قوي في زعلك، والامر ما يستاهلش الكلام ده، يعني الامر ما يستاهلش فعلا ان هي تبقى زعلانه كده، او ان هي يعني لا انت اللي تبقى زعلان بسبب الكلمه. هتقول لك عادي والله احنا عندنا بنقول الكلمه دي عادي، فنراعي النقطه ديت لان النقطه دي بتعمل مشاكل. شكرا ليكم. مريم ادعي لك بايه؟ حاضر يا مريم، ربنا يا رب يخفف الضغوط عنك. مريم علي، رحمه، ربنا يبارك فيك يا رحمه. نسيمه، ربنا يجازيك واياك يا نسيمه. بشر الصابرين واولادي، ادعي لي يا دكتوره، ادعي لك بايه؟ مريم كمان، وانا كمان، ربنا يفرجها، ربنا يفرجها عليك انت ومريم ومريم ومريم، رحماني اللهم امين يا حبايبي، وارزقنا واياكم الصدق والاخلاص. احنا العصر كده اذن عندنا، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل منا. يا ريت ترجعوا للحاجات اللي انا قلتها النهارده واكتبوها يا جماعه، هتفيد جامد. ان شاء الله القاكم النهارده الساعه 9 بتوقيت اسطنبول، 8 بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة من بيوت منورة. إن شاء الله هنقول النهاردة كلام جميل جدا، تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.